سلام، صباح الخير عليكم. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء اموركم مزيان؟ طبعا فيديو جديد، روتين جديد، مواصفات جديده، كل ما بغيتو. الوغ اليوم البنات غنشارك معكم واحد مشروب اللي هو انا كنت كنشربو يامات اللي كنت كنبغي ننزل الوزن. هو اولا كيخلي الجسم يعني واخا كنضعفو ما كيكونش عندنا ترهلات، كيشد الجسم وكيحارب علامات تقدم سن او لا شيخوخه او لا بزاف الحوايج. جوج وصفات غنعطيهم لكم كيحاربوا علامات تقدم سن او الشيخوخه، ومنهم واحد مشروب كيعمل على انه كيحرق دوك الدهون المتراكمه عندنا في الجسم، وهو معروف وعندنا متوفر في البيت، مشروب خطير في اي بيت مغربي غتلقاوه. غادي ندوز نهضر لكم على المشروب شويه، ولانني انا دابا حاليا بديت ريجيم كنحاول انني نقص شويه عاوتاني الوزن ديالي، ما كنبغيش نضعف بزاف، ما كنبغيش يعني نطيح وزن اكثر، لان عاوتاني عاوتاني فاش كنتبعي ريجيم اولا كطيحي الوزن، كطيحي الوزن من جميع المناطق ومن الوجه ومن بزاف الحوايج. فانا كنحاول انني نعمل واحد التوازن اولا بالانس اللي ما نطيحش من بعض المناطق، نطيح غير من المناطق اللي انا باغا، بحال مثلا دهون المتراكمه في البطن وكذا وكذا. دونك كان هذا المشروب هو اللي غادي يفيدنا باش نحرقوا دوك السعرات الحراريه اللي كتكون متراكمه عندنا. سبق لي عطيتكم بزاف الوصفات، ابار سا كنحاول غير نقص دابا الكميه ديال الاكل ديالي باش تكون منتظمه ومتوازنه. ما عرفتش واش كتسمعوني مع الهواء الطلق الشميشه، كنستغل ان الشميشه والضو باش نصور فيهم. هذا المرطب ما كيخطانيش، هذا الضو ديال امريكا خطيرين البنات في الترطيب، ما كنستغناش عليهم. كنكون في موضوع كنولي في موضوع اخر. بما انني شاده التليفون بايد، احسن طريقه ديري بها الكلوس تحلي بها ليبستيك. هادو البنات انا عنده هادو اللي كيكونوا بتشيري، كيكونوا بفرامبوا، بواحد عجب داتو اختي استعملته فيكس في ريحه ديال المانت او الفليو، في بزاف في سامبل في سميتو زوينين البنات وغزالين ورخاص. هانتوما ضرب تشيري كارز، المهم دور كاينين تما في داك الموقع اللي عطيتكم، ما ديوش على الجرحه، جرحت ايدي بمسمار. فمهم هانتوما غادي نشرح لكم كما قلت لكم باش ديري دايت اولا ديري ريجيم ما كتحرميش راسك من داكشي، انما كتنقصي الكميه اولا الكونتيتي اللي كتكوني كتاكلي ديال الاكل، كتنقصيها كتحاولي تحيدي الخبز النشويات، تحاولي تاكلي دائما غداء متوازن باش ماشي عاوتاني تضعفي داك الضعف اللي كيكون خايب، اللي كيكون اللي عندك ترهلات، كيولي عندك يعني باين فيك واحد ستريس، كيولي لابو ماشي هيلتي، ما كتكونش صحيه، كتكون شاحبه. فحاولوا دائما غير تنظموا الغداء ديالكم وتعرفوا كيفاش تنقصوا الكميه اللي كتاكلوا تدريجيا، باش كتحاولوا انكم كتقلصوا المعده تدريجيا. الا جيتي بمره درتي ريجيم ونقصتي الماكله بمره، يعني داك ريجيم الريجيم السيك اللي كيكون يعني ما كتاكليش فيه بزاف، كتعتمدي غير على الماء وعلى شي حاجه خفيفه بحال هكا، فهذاك ما كنصحكمش به، لان غيدير لكم فقر الدم، غيدير لكم بزاف الاعراض، غيدير لكم بزاف الامراض. طيح الوزن اوكي بسرعه، يعني في اسبوع ممكن يبان لك انك طيحتي الوزن، ولكن غتجي تدوري واحد شويه غادي تريكوبيري، غتعاودي تضعفي تغلاضي اكثر من هكا. فكنصحكم دائما باش ديروا ريجيم نقصوا الوزن بالتدريج، نقصوا الاكل عفوا بالتدريج باش نقصوا الوزن بالتدريج، يعني لان المعده كتكون محلوله عندنا اولا تفرعات كما كنقولوا كبرات، انكي كتكوني كتاكلي على راحتك حاله المساله، يعني ما دايرش واحد النظام. فاش كتجي كتبغي ديريها خاصك تقلص بشويه، هذاك بحال داك التكميم اللي كيديروا به عمليات ولا هذا. الوغ انت فاش غتبغي ديريها بريجيم غتبداي تنقصي تدريجيا كميه الاكل اللي كتكوني كتاكلي عاده، وانت كتنقصي فيها وهي كتجمع صافي حتى كتصغر المعده، وهذاك درتو شحال هادي ديال الريجيم كتبدا تصغر المعده اوتوماتيكمون، كتولي انت الا بغيتي تاكلي اكثر من داك القياس اللي انت كتاكلي دي كميه اخرى. الوغ ملي انها صافي المعده تجمعات ولفات تعودت انها تاكل واحد القياس صغير ديال الماكله، فهذا هو نصيحتي للناس اللي باغيين يديروا دايت او باغيين يتبعوا حميه او باغيين يطيحوا الوزن. فانتم حاولوا انكم دائما تنقصوا كميه الاكل، ماشي بالضروره انك تحرمي راسك وما تاكليش داكشي كله اللي كتبغي، نقصي كميه الاكل، نقصي الحلويات شويه، ما تحرميش راسك طبعا، لان عاوتاني باش ما يجيكش واحد الهبوط حاد في السكر وفي الفقر الدم وبزاف المسائل تمرضي. نقصي الكميه، حاولي انك تشربي سوائل اكثر، فواكه خضار بخريها، ديري معها بروتين باش تعوضي كلشي اللي خاصك تاكليه. راه سبق لي وشاركت معكم داكشي ديال الكيتو دايت وكيفاش تنظمي الاكل ديالك وهكذا. المهم انتما غتبقاو مع روتيني اليومي، شنو غادي نوجدوا للغدا واكسيتيرا. الى شاركت معكم وهذاك ما شاركتوش معكم، فانا غنعطيكم المشروب اللي هو خاص بحرق السعرات الحراريه او الدهون المتراكمه عندنا في الجسم، خصوصا
خصوصا منطقة البطن. وغنعطيكم هو أصلا مشروب كيطيح لينا الوزن وكيحيد لينا دوك الدهون، وفي نفس الوقت كيخلي لابو تبقى محافظة على الحيوية ديالتها والنضارة، وكيقاوم علامات الشيخوخة أو التقدم في السن. وغنعطيكم واحد قناة فكر تاني ديال الدكتور محمد كريم محمد يعني محمد علي ولا عم كريم علي، المهم فكر تاني، هي القناة فكر تاني الدكتور كان غلط لي ديما في سميتو. غتلقاو راه حاط لكم حتى هذاك القرنفل، دائما تناولوا في الصباح حبتين ديال القرنفل، جوج حبات او طيارات ديزا. نشوف الا كانت باينه شد لكم دابا، انتظروني. بغيت نشد لكم طياره ساعه ما شداش ما بنتش لي، فكنت دايره موسيقى وحيت مع الكوبي رايت راكم عارفين. خليكم ما نضرش حزبين فهاد الشميشه، عاد كطلع حتى لاخر النهار. او يا سلام لما نضرش هاد الغزال، واخا الفيو كارثي. اللي ما نتمنضروا معايا في السماء والصفاء ديالها. انا غندوز ندير الماء يطيب باش نشارك معكم هذاك المشروب اللي هو بواحد المكون عجيب ما غاديش تتوقعوه. طبعا تصدموا فاش عندكم المكون اللي غادي تستعملوا به هذا المشروب، سهل جدا جدا البنات ومتوفر في كل بيت. اوكي دونك بقاو معايا ونمشي نوجد داكشي وندوز نكمل معكم. اوكي يلا شالوا على الماء يطيب. الو البنات، المشروب غادي نحتاجو ليه هذا اللي هو معروف عندنا في المغرب اللي هو يزير او لا روزميري او لا اكليل الجبل. بالنسبه للدول العربيه اش كيقولوا ليه؟ اكليل الجبل روزميري. هو هذا حنا عندنا كنقولوا له يزير. كنحتاجو واحد القياس معلقه، انا عاده كنديرو في تيبوت هكا وكنخليه كنبقى نشرب منه هو المشروب اللي كنبقى نشرب. كنشربش يعني الماء، كنشرب هذاك سوا خديتو بارد سوا سخون. ماشي مشكل بحال بحال. اوكي هنا غادي نحتاج انني ندير هادي باش تبقى مصفيه ليا، لانني دابا غنسمن لكم غير كاس اللي غنوريكم نشرح لكم فيه. غنستعملو في هادي. والحاجه الثانيه اللي قلت لكم عليها، تاخذوا جوج حبات دخلوا عند قناه فكر ثاني غتلقاو هضر على القرنفل والفوائد ديالو، وتا هو كيحارب علامات تقدم السن او الشيخوخه، وغاد كيحارب جميع الفيروسات، وفي انتي اوكسيدون، هو في مضادات اكسده كثرة. يعني كل ما كان عندك كليتي منه وكل ما استعملتي اي حاجه فيها مضادات اكسده كتحمي راسك من السرطان، كتحمي راسك انه دائما كيكون الجسم ديالك في واحد الاشراقه. بزاف الفوائد اللي كتكون زوينه، وسورتو ان مضادات الاكسده كاينه في الفواكه الحمراء بحال الفرامبواز بحال البلوبيري هذا السيريز شنو اخر لي، يعني بزاف الحاجات فهمتوا فخيز. ممكن تعوضوه دائما بملعقه كيف ما غيشرح الدكتور في قناه فكر ثاني، ان هذوك مضادات الاكسده اللي هذيك اللي كاينه متوفره في الفواكه الحمراء، الا خدينا غير نص معلقه ديال القرنفل المطحون مع كاس ماء، هي كتعطينا نفس الكميه ديال هذاك الكاس ديال العصير اولا ديال ديك الكميه ديال الفواكه الحمراء اللي كنتناولوا، اللي كيكون فيها كما قلت لكم دوك الفواكه اللي ذكرت وعده فواكه بحال العنب تا هو في مضادات اكسده. هنا كيف كتشوفوا خديت كاس ودرت هكذا خويت الماء
وغنخلي عاتو. اصلا انا رائحه البنات، اقسم بالله البنات، هذا اليزير راه كيعاونك حتى في الشعر ديالك، كي طوال كينمو بواحد الكثافه، ولكن تشربيه باستمرار. انا كنت واحد البيريود ما كنشربش الماء بزاف، فكان ملي كنبغي نشربو خاصني ندير فيه سيترون، خاصني ندير فيه شي حاجه منسمه، خاصني نشرب داك الماء اللي كيكون فيه اغوم دو فرامبواز ولا سيترون ولا شي حاجه، ولا كندير السيرو هذاك كيجيبو لي بابا. ما كان واحد الوقيته ما بقيتش كنبغي ندير السيرو مع الماء، لان غير صحي، فهمت؟ فشنو وليت كنقلب علاش حاجه، انني مره ندير زعتر، مره ندير نافع، مره ندير هكا ازير. ومني لاحظت انني بديت كنشرب الازير، كنت ديك البيريود اللي كنشرب فيها الازير باستمرار كنحس بلابو ديالي زوينه، كنحرق الوزن بسرعه. ومني دخلت درت عليه سيرش او لا ريسيرش، وبحثت وبحثت وابحث وابحث وابحث، لقيت انا فيه بزاف المزايا وفيه بزاف فوائد، وهادشي راه هضرت لكم عليه بامال دو فوا، عده مرات قلتها لكم، قلت لكم البنات اليزير راه جدا جدا غني بزاف الفوائد، حاولوا انكم تدخلوه في حياتكم اليوميه. يعني غديري ستيك ولا شي لحام ولا شي حاجه، ديري تتبيله فيها يزير، فيها بزاف الحوايج، وخصوصا داك اليزير اللي كيكون طري، اليزير الجبلي اللي كيكون باقي طري. هذا عندنا حنايا كيف كتشوفوا يابس، يعني حاولوا تاخذوا اليزير طري دخلوه في الاكل ديالكم، وراه فيه عده فوائد. كنصحكم تدخلوا تشوفوا القناه اللي قلت لكم عليها، راه ما كندير ان شاء الله، ورا راه الدكتور معروف جدا جدا، انما انا حيت كاينين شي حوايج اللي ما نقدرش نوصلهم لكم، هو لان الطبيب الدكتور شارح لكم داكشي يعني بلي تيرم اللي واضحين، هادي هادي كذا كذا كذا. فانا كنعطيكم غير فكره باش تمشيو، اللي بغى يزيد 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 يبحث ويتثقف ويستافد، ويخلي دوك التفاهات ابار، ويدخل مره مره يشوف شي حاجه تفيدو في حياته وفي صحته في اكسيتيرا. فكنعطيكم يعني قناه، ما القناه راه اشهر من النار على العالم، فباش ماشي تقولوا لصحابو اشهر ولا شي حاجه. يلا كنتمنى هذا المشروب هذا البنات، طبعا انت كيدفى شويه كتقدي تشربيه. صداع عندي في كوزينه، ما نشكون اللي كيصيب شي حاجه، فما عرفتش واش تسمع هذا الشيء ولا لا. المهم ام سوري الا تسمع داكشي بحال شي حداد ولا ما عرفتش شنو. اوكي فكيبرد واحد شويه صافي، كنزولو هذا هكا مثلا، انا مازال غنخليه يطلق حتى كيولي اللون ديالو شويه غامق هكاك. كنخلي انا هاد التيبوت كنديرو فيها، وكنخليه بغيتو تضيفو له شويه زعتر، هو الطعم ديالو يعني ناضخ، ما فيهش شي حاجه، طعم عادي شويه، كيكون مر الا كثرتي الازيت كيكون مر، انما ما كنصحكمش تكثروا لان كيطيح نسبه السكر، ممكن تطيح ليك، عاوتاني ما تكثروش منه. انا حنت مولفه بالنسبه للناس اللي مثلا عندهم مرضى السكري، راه كيطيح السكر ولكن ما تكثروش منه، يعني تشربي كاس في النهار مثلا، ماشي انا كنشربو يوميا، يعني هو اللي كنشرب في بلاصه الماء، ولكن عارفه يعني اشنو كنقدر نريكوبيري ونعوض وندير واحد البالونس اللي يكون متوازن باش ما يطيحش لي السكر، ما يديرش لي اعراض اخرى. اوكي فانا كنعطيكم اشنو كاين، نتوما دخلوا قلبوا مازال استافدوا، دخلوا غير كتبي في جوجل ازير او لا فوائد الروزميري او لا الازير او لا اكلي الجبل، غادي تلقاو كلشي، وغتشوفي شنو اللي غيناسبك وشنو اللي ما غيناسبكش، وغتعرفي الطريقه كيفاش غتاخدي. اوكي انا كنعطيكم داكشي اللي انا جربته واستعملته ولاحظت فيه نتيجه، انما كيختلف داكشي من جسم لجسم ومن شخص لشخص، فكل وحده مسؤوله عن اختياراتها وعن قراراتها وعن ولا لا. المهم يعني عطيتكم الوصفه، ولكن انت خاصك تدخلي تكملي من عندك شويه، تستافدي اشنو كيفاش تعاملي معاه مع راسك. اوكي دونك هذا الشيء اللي كاين البنات، كنتمنى المشروب يوصلكم، او على الاقل بالنسبه للناس اللي ما باغيش يطيحوا وزن او ما باغيش يديروه، يشربوه غير مره في النهار او لا ثلاث مرات في الاسبوع. اوكي كافيه ماشي مشكل، مره في النهار كاع في الليل فاش بغيت نعسي شربي واحد الكويس بحال هكذا، معلقه ما تفوتيهاش، وراه غادي تلاحظي النتيجه. كيف ما قلت لكم راه عنده فوائد للشعر، عنده فوائد للجسم، كيعطي نضاره، كيعطي حيويه، كيحارب علامات تقدم السن او الشيخوخه، وعاد انه كيحرق سعرات حراريه، كيطيح الوزن، يعني دوك الدهون المتراكمه عندنا في الجسم كتختفي مع استمرار. غتلاحظوا انكم ما حدكم كتشربوا، ما حدكم كتدخلوا التواليت اكثر، ف ماشي معنى ان غير ان داك لان كتشربي كميه سوائل الماء اوتوماتيكمون نورمالمون غتدخلي للتواليت، ماشي يعني ان غيدير لك الاسهال ولا شي حاجه. اوكي نو ما كيدير لا اسهال لا والو، بالنسبه للناس اللي غيبغيو يسولوا واش كيدير اسهال، ما كيدير لا اسهال لا والو، انما سي نورمال شربتي كميه سوائل غتبقاي غادا تشي الطواليت ولا لا. او ماي جاد هادشي، يلا هادشي اللي كاين البنات، كنتمنى الوصفه ديال اليوم اولا هاد المشروب اللي شاركت معكم يعجبكم وتستافدوا منه، وهادشي اللي كاين خليولي رايكم، ولايك كومنت سبسكرايب. Love you all. Bye-bye.